الاتحاد عملوا سباق رائع من ناحية تكتيكية وعادوا في الوقت المناسب لأنه سجاتي عنده سرعة مخزنة سمحت له باش ينطلق بسرعة في الأمطار الأخيرة وعمل الفارق لأنه عنده مستوى رائع وهذا بطل اللي يقدر يفوز مشروع بطل أولمبي إن شاء الله مشروع ميدالية في الألعاب الأولمبية حتى ياسين حتحات يقدر يعمل نتيجة إن شاء الله. نذكر فقط تدريس أن جمال سجاتي قبل مشاركته في دورة وهران كان فاز بسباق 800 متر في تجمع ستراسبورغ بفرنسا يوم 18 جوان الماضي وحقق أحسن نتيجة له نذكر بها دقيقة 44 ثانية وستة أجزاء من المئة والدورة الشرفية بالراية الوطنية نعم للثنائي جمال سجاتي والصور الآن على اللوح وياسين حتحات النائب الوصيف البطل المتوسطي في سباق 800 متر إن شاء الله الحصيلة ستتعافى.